عندي البوتاسيوم، وكلوريد الصوديوم، الزفت صوديوم، كلوريد البوتاسيوم ده 2000 انتيمولات الصوديوم، كلوريد الصوديوم زائد 2000 انتيمولات. لا لسه نمت ماشي، وانا على وعد وعلى كلامي وقلتها لهم النهاردة، قالوا لي كل، قلت لهم مش اكل، كل مش اكل، هتبقى تاكل امتى هتموت، قلت لهم بعد شهرين ونص. اشمعنى بعد شهرين ونص؟ اكون قدمت ورقي في الجامعة ودخلت رسمي. حلمك كان يوم فكرة بسيطة، زرعة بتسقيها وبتصونها، كافح وسعى ده علشان نفسك انت، القصة وباقي مضمون. اوعى تفتكر ان خلاص كده مفيش وقت ولا امل، وان الفرصة راحت والامتحانات قربت. طالما عندك ثقة بالله عز وجل وبنفسك وقدراتك وتعب اهلك، ومتيقن ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، فتأكد انها كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى، وهيجازيك خير ويراضيك بحلمك اللي بتسعى ليه. خليك واثق انك في الوقت ده من السنة، ايا كان مستواك، فرصتك ما انتهتش، فرصتك لسه بتبتدي يا صديقي. خليك فاكر دايما ان الفرص ما بتخلص، لكن في فرص ما بتتعوضش. حط في ذهنك صورتك مع اهلك وانت بحقق حلمك وفرحتهم وفخرهم بيك، وابدأ اتعامل على الاساس ده من اللحظة دي، وافتكر دايما ان اللي وصل ما كانش احسن منك ولا امكانياته احسن منك، هي بس كانت مسألة سعي وصبر لاخر لحظة، واخذ بالاسباب وترك النتائج لمسبب الأسباب. النجاح الحقيقي مش إنك ما تقعش، النجاح الحقيقي إنك تعرف تقوم بعد ما تقع، وإحنا هنا علشان نساعدك تعمل ده وتوصل لحلمك وتفرح بيه نفسك وأهلك آخر السنة، زي ما ساعدنا بفضل ربنا آلاف الطلاب السنوات اللي فاتت، كان منهم أوائل الجمهورية وأوائل المحافظات والإدارات والمدارس على مر السنين اللي فاتت. الأحلام مش صعبة ولا مستحيلة، بس كان أهم ميزة في كل طالب وصل لحلمه الصبر والسعي والاستمرارية. خليك فاكر انت مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتيجة. الخيال والتمني والسعي والعمل والتوكل 90% من تحقيق النتيجة. اهلك تعبوا جدا معاك ونفسهم يفرحوا ويستاهلوا تتعب علشانهم، وده سبب كافي انك تجتهد الفترة الجاية على قد ما تقدر. عافر حتى النهاية، عافر انت الحكاية. ضعت وخنقت، بس ربك كريم، زي ما ضيقها هيفركها. انا عارف وحاسس بيك، افلك وانا كمان افلك، بس انا ثقتي في ربنا كبيرة قوي، وعارف انه هيفرجها، وعارف انه بيمتحني، وعارف انه زي ما بيشدها كده جامد هيبعتلي فرجه قريب. هدعيه وصلي، وعارف انه مش هيخذلني عشان ربك كريم، فاكرك وعارفك وحاسس بيك، بس اوعى تبعد عنه. صلي وادعي ربنا وسيبها. واوعى تفتكر ان ربنا مش شايفك، شايف وحاسس وعالم، وحاسس قد ايه هي قافله معاك جدا، بس ليه حكمه. الف حمد وشكر ليك يا رب على كل اللي انت بتبعته، لان في الاخر ربك بيعمل لنا الخير وبيعمل لنا اللي صالح لينا، بس يمكن الدنيا لهيانه شويه. اوعى تبعد عن ربنا مهما حصل، مهما كانت الدنيا، مهما كانت الدنيا قافله في كل حاجه، باب ربنا اوعى تقفله، خليك دايما بين ايدين ربنا وادعيه، واوعى تيأس، ربك عالم وحنين وهيبعت لك اللي يطبطب عليه، وهو هيطبطب عليه. وافتكر كلامي ده كويس، ربك كريم قوي. أيها الإخوة الكرام، الكسل، نوم مديد، تأجيل،
تأجيل لا مبالاة، هدر للوقت، كلام فارغ، سهرة لا معنى لها، لقاء ساذج، مشي في الطرقات، متابعة مسلسلات، هكذا يضيع وقت الناس، يفاجؤون بعلة في أجسامهم، تتفاقم هذه العلة ثم النعوة على جدران بيوتي. ماذا قدمت يا عبدي؟ إلى متى أنت باللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لو نظمت وقتك، ضع برنامج للقاءاتك، لمطالعتك، لحضور دروس العلم، للدعوة إلى الله، لكسب المال، للجلوس مع الأهل، لا بد من برنامج، لا بد من تنظيم. الوقت لا ينتظر أحدا، الوقت يمضي، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة، ما مضى فات، والمؤمل لا تملكه. كم من شاب مات قبل ما يتوقع؟ كم؟ عشرات. الوقت ثمين جدا، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أيها الإخوة الكرام، أول سبب هو الكسل، والكسل من نتائجه الفقر، وهذا الفقر مذموم، هذا فقر الكسل. لا تقل لي أنا صابر، هذا صبر الحمقى. في كسل، عندك مهمات، عندك متطلبات، حينما تنظم وقتك الله عز وجل يتولى أن يرزقك رزقا حلالا طيبا. الكسل من صفات الشعوب المتخلفة، الكسل، كسل، جلوس، استلقاء، كلام فارغ. المؤمن وقته ثمين. دعي النبي عليه الصلاة والسلام للعب وكان طفلا صغيرا، فقال في سن مبكرة: أنا لم أخلق لهذا. هناك ألعاب تستهلك وقتا كثيرا، معظم الناس يلعبون الشدة والنرد، وهالألعاب هي للساعة تنتين لثلاثة قاعدين يلعبون، يعني شيء لا يصدق. هؤلاء أشقى الناس. يا أيها الإخوة الكرام، هناك سبب كبير جدا لضياع الوقت، إنه عدم وجود هدف لك في الحياة. ما له هدف؟ هدفه أن يعيش، أن يأكل أكل، أن ينام، أن يجلس مع زوجته جلس معها. ما في هدف، لا يعلم لماذا هو في الدنيا، بيقول لك يعني هذا قدرنا، جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. قال: ولماذا لست أدري؟ لست أدري. هذا إنسان سخيف، إنسان يعيش على هامش الحياة، إنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا. الذي لا يعرف لماذا هو في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقك ليرحمك. اسأله موجبات الرحمة، تب إلى الله من ذنوبك، أدي الصلوات الخمس، اقرأ القرآن، ابتهل إلى الله، اجلس مجلس العلم، صاحب المؤمنين. عدم وجود هدف هو أحد أكبر أسباب ضياع الوقت. بص بقى، لو هتقعد تعيط في اليومين اللي فاضلين لك وانت لسه فاكر، يبقى بلاها تطلع دي، انت عايزها خليك قدها وانسى انك هتنسى.